الله اكبر اخي كذلك اختي ميلاني ميلاني غني والله نسيت والله كلام واحد قامت رجع قامك بدنا والله قال عليه الصلاه والسلام فارين تراكز انا وسلم كلام هات لي اي طاعه في راس احدكم بخيات من حديد خير الام من ان يمس امراه لا تحب اتان دغدو بالان بينا مغي مغي غروبي ان نكون بطل انني كلن تواتي كينادي كينيان بيسو اندان كينين خيري ناندا دينا تا والله ناغال ميمي يغاركي بيغما ديغاندا لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الرجل والله يؤمن بالله ورسوله عندك انا يوسف كيبي قال لي من الكوت عرف عليه يضع يده في يدي امراه انن كثير ونغال كتني كثير غنا كما ما كلك انن كثير لان غنا غنا كتني أنك تل أنجلا نقي كتن أنك تل وان دي قن كتن مكن 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 سيربي كتقول تي الله أرو الله فاري كين كمان تقوى نك تلو يعارك كتري كيف بيجتان زمرام كيف بيجتان نقي وان دي قن كن كتن كيا كتن أنك كتن كنا جيمو كمان أنك كتن يا ما كنا جيران كامبين أنجل بوسا لا حول ولا قوة إلا بالله يضع يده في يد امرأة لا تحلو يا غريب ابغى دي غندنا ممكن انك تلو كيتين اما كنو قبل ان تمس ان تصافح صار انك تلو كيتين عليك ان تخاف خوفا من الله الناس هو قال لي مغنى لان يضع هدكم في يد جمرة اقول له بان بينك كيتلو بين قرن انك تلو بين قرن انك تلو بين قرن تجدنا رجل هذا خير لك من مصافحة مرأة كياني خير نعم بسان ابن انت والله يغرين ميمنا يغرين كنن كوني نانا لك لين ديغم غير كنن كنت أبرا كتما يغوكو كمي نالك كنت أبرا كتما انت جبن الله ثم الموعد موعد نرى كتس لقاوم يرتكت كنن مجرى كم بالي ساقنا يعتبر زنا انا جيني قال عليه الصلاة والسلام أتي والله إني لا أصافح النساء فارين لك منك أتي كنت إكما يغرك إنت غرك إني لا أصافح النساء فلا تقتدي بنبيك أنت يا غير أنقر أنقي فارين قالت عائشة رضي الله عنها أتي والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة أتي فارين ما يغرس كتميمي والله ننشامي والله فارين ما يغرس كتميمي والله ننشامي والله ننشامي وارح ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها ما بطن خما تنتو بولا نيبا او بان دندا حسين او نغون دندا هو قنت ها ما غامن فانا ما غارش كده من ها كل هر دينا كما كما هورتا مر على كده بقى الا ترفض اخي الا ترفض عليك ان ترفض هذا ان نقونك انك ساغنيا ترفض يداه ترفض مصافحتها ترفض أولى أن ترفض أحسن والله إذا لمست أننا ميم والله فعليك أن تخاف هذا لمس كانوا كميم أنه والله لعل في خطورة فيه خطورة ولعل في خطر عظيم قل لهم قورينا كميم أنه والله عليك أن تخاف ألا تقلق قليلا أنك تنسي من هنا أنك كنت تركها كنت تنغرق والله قل لهم أرنا ما أرنا ما كنت تركها ما غرقها يا غارك ما يوكيت لا يوكيت ما يعرف كيت لا عارف عندن تندا والله والله أنا كيت لا والله أهلي ستندم أنا مسني والله كيت كريم بالي أنا مسني هذا خير أم لمس كان غير ما قول ما نرى إذا الخيار لك سواء نعم والله لكن اقتدي بنبيك عليه الصلاة والسلام الذي لم يصافح نساء قط فالله فالله في أنفسكم.